بصي معايا، خليك اتنشن، مش بس هتعمل بيرسبشن، ده انت هتحفظ كل كلامي، حطه في الميموري وتعالالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ معاكم شروق رضا، خمسة قديم اوي 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 اوي. جاي النهاردة نتكلم عن ثلاث مواضيع: attention, perception, memory. كل موضوع اربع صفحات كده. طب ايه هو بشكل مبدئي ال attention؟ ال attention هو الانتباه بتركيز، attention please، انتبه بتركيز. perception بقى هو الادراك بدون تركيز، يعني بتشوف حاجة وانت مش مركز، بتسمع حاجة وانت مش مركز، بتشم حاجة وانت مش مركز. ايه يا دي ولا طبيعتها ايه؟ هو استقبال بدون تركيز. الميموري هي الذاكرة اللي بتخزن فيها كل حاجة انت بتعملها بيرسبشن في حياتك. يلا بينا نبدأ الداتا بتاعتنا. بصوا يا شباب، احنا عشان نركز في اي حاجة احنا عايزين نعملها، مثلا مذاكرة عايزين نذاكرها، مش اول حاجة بنعملها بنسمي الله، بسم الله، عشان تبدأ اي حاجة بتعملها، عشان الحاجة اللي انت بتعملها دي تديها تركيزك واهتمامك او فتطلع بشكل كويس جدا. بتبدأ مذاكرتك بتسمي الله علشان في الاخر تقدر تخلص كتاب معين معاك او موضوع معين، فيبقى في دماغك معلومات معينة في وقت معين. يعني انا دلوقتي هقوم اذاكر مثلا الاستروك، فانا دلوقتي عايز اخلصها في ساعة، فانت قبل ما بتبدأ بتسمي الله عشان ربنا يعينك انك في خلال الساعة دي تقدر تفهم الاستروك وتحفظها وتفهمها، يعني تدخل لدماغك معلومة معينة. صدقوا ده تعريف الاتنشن بالظبط في الانجليش. برضو النيمونيك بتاعها باسم. ايه ده انا مش فاهمك دي لحد دلوقتي. باسم هي الاتنشن هو الابيليتي تو بي بروديوس، ادي باسم اهو بي، اند سيلكت اس سيلكت اند مانج ومينتين، حرف الام، مانج ومينتين sufficient stimuli، وهو اني اذاكر at specific time في وقت معين علشان يبقى عندي kind of information. شفتوا التعريف سهل ازاي؟ هو اني هسمي الله، هقول بسم الله، produce و select و manage and maintain sufficient stimuli at specific time to process any kind of information. اظن الدنيا سهله. هي فعلا في حياتنا اي حاجه تعملها وتبداوا تعملوها يا شباب خلوها عاده في حياتكم، سمي الله عشان تعرف تديها attention كويس. تمام. It takes place on cognitive level and has different type. بيقول ان احنا بنستخدم الattention ده في اي حاجه احنا عايزين ندركها كويس، وان الاتنشن ده في منه ديفرنت تايب هنقولها تحت دلوقتي، وان الاتنشن ده هو اللي بيحقق لنا الانجاز في حياتنا. تمام. وان هو بيلعب دور كبير في التطور، طبيعي جدا. استنوا الاذان. يبقى كده الاتنشن مهم جدا علشان بيحقق الاتشيفمنت، مهم جدا عشان بيوصلنا في الاخر لتطور. ما هو اتشيفمنت على اتشيفمنت هنوصل في الاخر لديفلوبمنت. تمام. فاكرين لما كنا بنشرح الاي دي اتش دي اللي هو اضطراب نقص فرط نقص الانتباه وفرط الحركه، كان من ضمن صفات الشخص ده وعنده نقص في الانتباه، فبيكرر اخطائه كتير، مهما نبهته على حاجه ما بيستجبش ليك واصلا بينساها. فشخص مش بينتبه لاي حاجه في حياته، ما بيركزش، ما بيلتفتش لاخطائه، ما بيعرفش اصلا الغلط لانه مش منتبه ليه. ده هيحقق اتشيفمنت دراسيا؟ اكيد لا. ده هيحقق ديفلوبمنت على مستوى المجتمع او على مستوى نفسه؟ اكيد لا. فهي نفس القصه، الاتنشن ده مهم جدا. فاحمدوا ربنا دلوقتي ان انتم حتى اللحظه اللي انتم قاعدينها دي وبتسمعوني فيها ومركزين معايا، ده اتنشن انتم فيه، احمدوا ربنا عليه. احنا في وسط زحام من النعم، من كتر ما احنا تعودنا عليها ما بقناش نشكر ربنا عليها، نسينا. الاكزامبلز اوف اور اتنشن انكلود، جايب لكم بقى امثله على الاتنشن. اول مثال على الاتنشن هو اللي انتوا بتعملوه دلوقتي، هو ان انتوا بتسمعوني في التسجيل دلوقتي رغم ان كل واحد قاعد حواليه دوشه او التلفزيون شغال او مامته بتنادي عليه او بابا مش عارف بيعمل ماشي جنبه ولا
او هو بياكل ومع ذلك انتوا مركزين في ان انتوا تسمعوا المحاضرة. ده اول example انك بتlisten carefully to what someone is saying while ignoring other conversation in room. يعني انت مركز مع سماع التسجيل دلوقتي ومتجاهل اي اصوات حواليك. تاني example listening to cell phone conversation while driving a car. يعني وانت بتسوق سايق العربية انت مركز مع التليفون برضو. على فكرة ده انت كده عامل select الحاجتين انت عامل لهم attention، مركز مع التليفون وبتسوق العربية. تمام. اللي بعده بيقول لك ايه، there are four main types of attention. في اربعة types من الattention في حياتنا احنا بنستخدمهم طول الوقت. ايه هما الطايبس دي؟ اول حاجة sustain the attention، استنوا نعلم. اول حاجة نهار ابيض مساحتي، اول حاجه sustain the attention. sustain the attention يعني ان انت في لونج بيريود من في على مده زمنيه طويله بتقدر تكيب او مينتين ستيمولس معين او اكتيفيتي معينه. يبقى دلوقتي ان sustain the attention معناها انك في مده زمنيه طويله في لونج بيريود اوف تايم بتقدر تمينتين stimulus او activity معين. يبقى هي الability to attend to a stimulus or activity over a long period of time. انا بشاور لكم على الحاجات المعينة في قلب ال definition. زي ايه؟ زي ان انت تقعد 3 4 ساعات في اوضتك عمال بتذاكر، ما بتعملش حاجه تانية غير ان انت بتذاكر. هي انت كده عامل سستين ده اتنشن. طب السلكتيف اتنشن، سلكتيف يعني ان انت تقدر تكيب او مينتين سبيسيفيك ستيمولاي في وجود distracting stimuli. يعني ان انت قادر تحافظ على stimuli معينة رغم ان انت حواليك distracting background. يعني زي ان انتوا دلوقتي عمالين تسمعوني وتسمعوا التسجيل في الوقت اللي حواليكوا الناس بتتحرك واهلك بيتكلموا والدنيا شغالة، بس انت عامل selective attention للspecific stimuli هو انك تخلص التسجيل. alternating attention، alternating يعني تبادلي. تبادلي يعني ايه؟ هي قدرتك انك تتشينج الفوكس between two or more stimuli. يعني قدرتك انك تغير الاتنشن بتاعك من stimulus لstimulus. ازاي؟ زي ما انتوا دلوقتي برضو قاعدين وبتسمعوا التسجيل، مامتك نادت عليك، بابك نادى عليك، قمت سبت التسجيل ورحت شفتهم عاوزين ايه وبعدين رجعت تاني تسمع التسجيل. اثناء سماعك للتسجيل انت مركز، ولما رحت تكلم باباك او مامتك او حد من اخواتك برضو انت كنت مركز. كده انت عملت alternating attention. طب executive attention بقى، executive attention هو انك مظبط نفسك ومهيئ الاجواء حواليك لستيمولس معينه. يعني انت دخلت اوضتك خططت لمذاكرتك، انا هعمل كذا كذا كذا، انا هخلص كذا، وحطيت للمذاكره هي الاولويه يعني في اي حاجه تحصل في حياتي حاطط لها هي الاولويه. دخلت الاوضه خلاص انا مش هرد على حد، مش هسمع حد، رتبت دنيتك. دي اسمها الاكسكيوتيف اتنشن، اللي هو ايه؟ الاتنشن التنفيذي اللي هو في ثواني عشان اصيغ الكلام بشكل. يبقى هي قدرتك تو فولفيل ميني سكيلز including paying attention. يعني دلوقتي انا مركز مع مذاكرتي بس واديتها كل الاتنشن بتاعي بس، ومش بس كده، ده انا حولتها جوا، حولت المذاكرة دي لستيبس واشتغلت على كل ستيب لوحدها واديتها الاتنشن. يعني اول حاجة انا نظمت نفسي، انا النهاردة هذاكر، انا في الساعة دي انا هذاكر كذا وكذا وكذا، وخططت انا من وقت كذا للوقت كذا هعمل كذا، ولازم اكون مخلصاه ومسمعاه ومراجع عليه. بريوتايزنج، وديت الاولويه، الموضوع ده اهم من التاني، فانا هبدا بالموضوع ده الاول علشان تركيزي لما يقل شويه ماشي ما جورش على مواضيع مهمه. يبقى دلوقتي الاكسكيوتيف اتنشن هو الابيليتي تو فولفيل ميني سكيلز انكلودنج بينج اتنشن. هي قدرتي ان اعمل سكيلز كتير واديها اهتمام. سكيلز كتير زي ايه؟ زي الاورجنايزنج والبلانينج والبريوتايزنج والاكشن نفسه، واديت لكل خطوه من الخطوات دي اتنشن. ده اسمه الاكسكيوتيف اتنشن. لحد في الاخر منهي ايه؟ منهي التاسك بتاعي، منهي مذاكرتي. يبقى دلوقتي احنا عندنا اربعة تايبس وفي الاتنشن بنستخدمهم في حياتنا. sustain the attention وهو الابيليتي تو مينتين stimulus اور اكتيفيتي معينه along period of time over a long period of time. selective attention وهو اني امينتين specific stimuli
وذر ان ذا بريسنس اوف ديستراكتنج ستيمولر. طب الالترنيتنج اتنشن وهو قدرتي اني اتشنج الفوكس بتاع الاتنشن بتاعي بتوين تو اور مور ستيمولاي اكسكيوتيف اتنشن، وهي الابيليتي بتاعتي تو فولفيل مين سكيلز وادي لكل سكيلز منهم اتنشن لحد في الاخر منهي العمل بتاعي. تمام، بعدين بقى ايه الكاركتر بتاع الاتنشن؟ نعلم عليها الكاركتر. اول حاجه سيلكتيف، ان الاتنشن محتاج سيلكشن اكيد، اصلا من الديفينيشن بتاعه اللي هو باسم الاس سيلكشن، كمان من التايبس بتاع الاتنشن كان في سيلكتيف اتنشن، وهو ان انا بقدر اعمل سبيسيفيك يعني امينتين سبيسيفيك ستيمولاي في وجود اذر ديستراكتنج ستيمولاي. تمام، يبقى السيلكشن سيلكتيف يعني كاركتر مهم قوي في الاتنشن اكيد، انا مش هعمل اتنشن حاجه ما عملتلهاش اصلا سيلكشن. شيفتنج نيتشر برضو، احنا خدنا الالترنيتنج اتنشن كان ان انت بتقدر تمنتقي تركز على ستيمولس دلوقتي وممكن تشفت لستيمولس تاني وهكذا، ده الالترنيتنج اتنشن، فاكيد من ضمن الكاركتر بتاع الاتنشن ان في ان هو ليه شيفتنج نيتشر، بقدر اشفته من حاجه لحاجه. يعني دلوقتي انا بسمع المحاضره ممكن اروح اكلم حد واركز معاه برضو وارجع تاني للمحاضره وهكذا، فكاركتر الكاركتر بتاعته شيفتنج نيتشر. كوجينيتيف وافكتنج اسبكت يعني مهم قوي، مش مهم قوي يعني ايه، بنحتاجه قوي في عمليات الادراك وتحسين، بنحتاجه قوي عشان هو بيحسن الجانب الادراكي والمعرفي عندنا. اتنشن هاز نارو رينج، طبيعي احنا دايما عارفين، بص انا بفصل بعد ربع ساعه ما بتلاقونيش، يعني لو الدكتور ده طول اكتر من ساعه مش هتلاقوني معاكم وهسقط منكم. ناس تانية لا بتقدر تمنتين الاتنشن بتاعها مدة اطول، مثلا ساعة ساعتين بس، بعد كده بتفصل، ايا كان اللي فصل بعد ربع ساعة اللي فصل بعد ساعة اللي فصل بعد ساعتين، كل دي رينج معينة للاتنشن، يعني الاتنشن ما بتقدرش تعمل له مينتيننس طول الوقت، لا هو انت بيفصل منك برضو، انت ليك قدرة معينة ومن بعدها انت بتفصل خالص، يبقى هو ليه نارو رينج. increase of clearance of stimuli، لما بتركز مع حاجة بتزيد وضوح الحاجة، لما بتركز مع التسجيل دلوقتي بيزيد وضوح المحاضرة بالنسبة لك، بيزيد قدرتك ان انت تحفظها اكتر. اي حاجة بتركز معاها بيزال ابهامها اكتر، انت مش بس عامل لها بيرسبشن، لا انت مديها كل الاتنشن، انت مركز معاها فاهمها مدركها، حتى عارف انت مش فاهم ايه عشان تسال عنه، ده معناه بقى انه بينكريز الكليرنس اوف ستيمولاي. اخيرا بقى نيد موتور ادجستمنت، زي اللي انا عاملاه دلوقتي. يعني ايه اللي انا عاملاه دلوقتي؟ انا دلوقتي بتكلم معاكم ومركزه على المحاضره دي ماشي، عشان ان هي توصل لكم بفهم، فانا دلوقتي بتكلم في شفايف بتتحرك ولسان بيتحرك، حتى ايدي واصبعي بيتحركوا وانا بشرح لكم دلوقتي، فكده انا عامله موتور ادجستمنت لعضلات لساني وفكي وايدي علشان اشرح لكم حاجه، انا كده عامله موتور اتنشن، عامله موتور ادجستمنت عشان اعمل اتنشن. وانت برضو بتذاكر، في ناس بتذاكر باصوات عشان تحفظ، برضو هي كده عامله موتور ادجستمنت على حسب احتياجك للموتور فانكشن عندك انت تستخدم. وحتى لا مش او هتكتب مثلا حاجه وانت بتكتب عضلات ايدك عايزه تكتب، حتى المخ عندك الموتور اريا اللي مسؤول عن الكتابه واسترجاع الكلام عشان تعرف تكتبه، دي برضو موتور ادجستمنت. فالموتور اريا اللي محتاجينها في البرين بتاعنا عشان نعمل اتنشن انت برضو مستخدمها بالفعل. يبقى دلوقتي الكاركتر بتاع الاتنشن هما 6 كاركتر تقدروا تحفظوها من التايبس، تقدروا تعرفوها من التايبس اصلا بتاع الاتنشن، هي هو سيلكتيف ولي شيفتنج نيتشر وهاز كوجينيتيف وافكتنج اسبيك وله نارو رينج وبيزود الكليرنس بتاع اي ستيمولاي انا بستقبلها وبينيد موتور ادجستمنت على حسب الحاجه. اللي بعده attention complication، هو هل في مشاكل في الاتنشن بتبقى موجودة؟ ايوه طبعا، ده احنا شرحناها في الاي دي اتش دي وقلناها example من في اول سلايد، الناس اللي عندهم اي دي اتش دي، الاطفال اللي عندهم اسم منشاور عشان ما انتوا بتوه، الاطفال اللي عندهم اي دي اتش دي
اللي هو عبارة عن نيورو ديفلوبمنتال ديسوردرز وشرحناه بالتفصيل، هو عنده inability to focus، عنده inability to produce وسيلكت ومينتين ومانج سبيسيفيك ستيمولاي، فاكيد بيبقى عنده بور اورجانيزيشن وبلاننج. انتوا فاكرين الشخص ده كان شخص مهمل ما بيستجيبش بيعمل اخطاء متكرره كتير مهما نبهته عليها بيكررها، هو مش ما عندوش اتنشن للموضوع، وبيبقوا متاخرين دراسيا وبينسى كل حاجه وبينسوا بيضيعوا حاجاتهم طول الوقت لانهم اصلا مش عاملين اتنشن، هم حطوا الحاجه دي فين، الحاجه اللي عنوها دي فين. ارجعوا لمحاضره الاي دي اتش وانتوا تعرفوا تمام ان الاطفال دول بيبقى البيهيفيرال ان اتنشن اللي عندهم ده بيكون سببه ديفكت في الوركينج ميموري بيرفيرم. تعليم حكومي بيوقفني في نص الكلام كده وبيقطعني. عندهم ديفكت في الوركينج ميموري وبرفورمانس، يعني ايه؟ يعني الذاكره السمعيه والكلاميه والمرئيه فيها ديفكت، ما بيقدروش يحتفظوا مثلا بالتنبيه اللي انت نبهته عليهم عشان ما يكرروش الغلط ده تاني. لا يعني انت قلت لهم حاجه هي سمعيه وهم سمعوها، هم ما حفظوهاش في الميموري عندهم، فهم عندهم مشكله في الذاكره السمعيه. وهكذا برضو لما تقول لهم على حاجه غلط ويكرروها او توريهم حاجه غلط تقول لهم ما يعملوش زيها، برضو بيكرروها تاني، برضو عندهم مشكله في الذاكره المرئيه. فهي الفكرة عندهم في الميموري عندهم ما بتحتفظش بالحاجات دي، فكون ان انا ما احتفظش بحاجة ما بقدرش اديها اتنشن كويس. تمام. فده بيأثر ايه على الاكاديمي، فده بيخلي الطفل يبقى عنده اكاديميك فيلير. بس يبقى ده بيأثر يعني على مستوى التعليمي، انا مش عامل اتنشن كويس، عندي مشكله في الاتنشن لاني عندي مشكله في الوركينج ميموري بتاعتي، فبالتالي تحصيلي الدراسي هيبقى قليل. رجعوا يا شباب لمحاضره الاي دي اتش دي. يبقى احنا دلوقتي كده اعتقد خلصنا كده خلصنا الميموري، عرفنا فيها ديفينيشن واكزامبل وتايب وكاركتر وكومبليكيشن، موجوده معانا واحده بس الاي دي اتش دي. كده خلصنا اول حاجه، نخش على البرسبشن، بس هو جايب لكم هنا الميموري مش عارفه ليه الاول، بس تمام يلا نقولها. الميموري هو اني اتعلم اي حاجه من اول مره واخزنها عندي عشان اعمل لها استرجاع وقت الحاجه، يبقى هي اني اتعلم الحاجه عشان اخزنها واعمل لها استرجاع وقت الحاجه. قايل لكم بقى ديفينيشن على كل حاجه. اول حاجه اني اتعلم حاجه هي الانكودينج، هي الانيشال ليرنينج اوف الانفورميشن، هو التعليم المبدئي لاي حاجه انا اتعلمتها. وبعدين المرحله الثانيه بخزنها، الاستورج ريفير تو مينتين الانفورميشن اوفر تايم. بعدين انا بخزنها ليه، انا اتعلمتها وخزنتها ليه؟ علشان استرجعها وقت الحاجه، اعمل لها ريتريفال الابيليتي تو اكسس انفورميشن وين يو نيد ات. يبقى الميموري هي كومباينيشن من 3 بروسيس، انكودينج للانيشال ليرنينج، ستورج عشان امنتين الحاجه الانيشال ليرنينج دي لمده طويله في عندي، ريتريفال عشان ان انا اعمل لها استرجاع وتطبيق لي للمعلومه اللي انا احتفظت بيها دي وقت احتياجي ليها. تمام. طب هل انا في ناس عندهم مشاكل او في مشاكل بتحصل مع الميموري؟ في مشاكل بتحصل مع الميموري، بيكون سببها ايه؟ بيكون سببها دامج للنيورو اناتوميكال ستراكشر اوف البرين، للاماكن اللي مسؤوله عن الميموري. احنا طبعا عندنا لونج ميموري وشورت ميموري، لو حصل في اي خلل في النيورو اناتومي بتاع الاجزاء المسؤوله عن الميموري دي يحصل عندنا كومبليكيشن في الميموري. تجيب لكم بقى ايه، ان الميموري ديس اوردرز الكاركترستيك ليها ان هي ممكن تبقى بروجريسيف وبتحصل مع الالزهايمر ديزيز. يبقى الالزهايمر ديزيز هي ميموري ميموري ديس اوردرز بتحصل جراديوال، ممكن تحصل اكيوت او صادن اونست كده. استنى، من صادن انس ده في حاله ايه؟ في حاله مثلا لو واحد عمل حادثه او حاجه يفقد الذاكره، سواء بقى الذاكره طويله المدى او القريبه المدى ايا كان يعني. يبقى دلوقتي انا عندي ميموري ديس اوردر سببها نيورو اناتوميكال ستراكشر للاماكن المسؤوله عن الميموري. تمام.
يا اما الديس اوردر ده بيحصل بشكل بروجريسيف يا اما بشكل اميديت. بروجريسيف في حاله الالزهايمر ديسيز، اميديت في حاله الهيد انجري. تمام. اللي بعده ديفيوز برين ديسيز. هقفل اشاور وبعدين نتكلم. ده عبارة عن ضمور المخ في مين؟ في الأولد إيج. ضمور المخ في الأولد إيج بيحصل إيه بقى؟ طيب قبل ما أقول لكم في إيه، أنا أقول لكم على القصة اللي حصلت قدام عيني. في مرة كنا قاعدين فبيتكلموا يعني عن حد، واحدة بتتكلم عن حد قريبها يعني، هو كبير في السن، فجأة بدون أي مقدمات ما بقاش عارف أسمائهم، مش عارف أسماء ولاده ولا اسم مراته، بقى يعمل مش بدون أي مقدمة، الموضوع ظهر بشكل تدريجي يعني، بس بدون أي مقدمات. ده ان هو نسي أسمائهم ونسيهم هم مين أصلا ومش بيعرفهم. بدأ يعمل حاجات primitive reflexes كده، زي مثلا ان هو يحط ايده ببقه، ايدين حاطط ايده ببقه كده زي الاطفال سبع ببقه، يعمل يعيط وينادي يقول يا ماما زي الاطفال بالظبط، نفس تصرفات الاطفال. ده اللي حصل عند الشخص اللي انا بحكي لكم عنه، ما يعرفش ولاده خالص. فبيقول يعني ان ضمور المخ او الديفيوز برين ديسيز ده بيحصل في الاولد ايج، النيرونز اللي مسؤوله عن الميموري في البرين بيحصل فيها ضمور، فالميموري بتاعه الشخص بتقع، فما بيفتكرش الاحداث الحاليه، بيبدا يعمل تصرفات طفوليه، الموضوع بيتطور اكتر مع الوقت، ومش بس بقى يعني هو على الاقل ناسي دلوقتي ولاده ومراته والناس اللي حواليه، بس فاكر امه وابوه واخواته. مع الوقت الناس دي هتسقط برضو من حياته ومش هيفتكرهم. الناس دي يعرفوا ان هم السرفايفل بتاعهم بيبقى قليل، لان ده مؤشر ضعف الذاكره في الاولد ايج، مؤشر لان المخ عمال يحصل فيه ضمور، فهو قرب ان هو يفقد البرين بتاعه، فالسرفايفل بتاعته هتقل، والريت اوف ديس بيعلى في الناس اللي عندهم مشاكل في الذاكره. ده بشكل مبدئي عن الحاله اللي اتحكى لي عنها وسمعتها بنفسي. فتعالوا نقرا بقى. بيقول ان ديفيوز برين ديسيز ده بيحصل في الاولد ايج، بيحصل فيها فورجيت الشخص، يعني ثواني، الشخص بيبقى فورجيت، بيبقى عنده فورجيت فولنس للنيمز، وريديوس الابيليتي تو ليرن، قدرته على التعلم بتقل. على الرغم ان مفيش برين ديسيزس حصلت له او هو اشتكى من اي مشاكل في البرين اصلا. تمام. تاني بقى خلصنا من اول معلومة. تاني معلومة بقى بتقول بس مش امراض الذاكرة بتحصل وضمور المخ مش بيحصل بس مع الاولد ايج، لا ده ممكن يحصل at any age. ماشي. لو حصل سيريبرال اثيروسكليروزس، يعني لو حصل تصلب للشرايين بتاعه البرين اللي بتعمل سبلاي للميموري، لو حصل سيريبرال اثيروسكليروزس، فالبلاد سبلاي اللي رايح للبرين او رايح لمراكز الذاكره هيقل، فبالتالي الفانكشن بتاعه البرين هتقل، فبالتالي يحصل ديستربنس في الميموري. يبقى دلوقتي مشاكل الميموري بتحصل في الاولد ايج، ولكنها ممكن تحصل at any age لو حصل cerebral atherosclerosis، لان هيقل البلاد سبلاي اللي رايح للبرين. تمام. وان بيقول لك بقى ان الاثيروسكليروتيك برين ديسيز بروجريس، ايه العلامات بقى اللي هتبدا تظهر عند الشخص ده، الشخص اللي حصل له cerebral الشاب اللي حصل له cerebral atherosclerosis؟ هيحصل عنده فقدان نوبات من فقدان الذاكره من وقت للتاني كده، عنده امنيجيا تند تو اكستند فورسر تو ان ذا باس. ماشي. هيبقى عنده فقدان ذاكره لفترات كده من فقدان الذاكره وساعات. تصدقوا بقى الموضوع ده حصل فعلا مع واحده قريبتي، ان هي فجاه كانت ماشيه في الشارع وقعدت في الطريق، هي مش عارفه بيتها فين ولا عارفه تروح، وقعدت على الحال ده يجي 3 4 ساعات قاعده في الشارع تعيط، هي نسيت بيتها، هي مش عارفه تروح، ناسيه البيت، ناسيه كل حاجه، لحد ما الذاكره رجعت لها وكده وروحت يعني، وبعدين عملت فحوصات وقصه تانية انا مش متابعه يعني، بس هي مرت بالموضوع ده.
فالناس اللي بيحصل لهم سيريبرال اثيروسكليروزس بيبقى عندهم نوبات من فقدان الذاكره، عندهم امنيجيا بيكستند تو يعني الامنيجيا دي ممكن تكستند للباست ميموري، يعني هي ما كانتش عارفه بيتها اللي هو مثلا بيتها ده ساكنه فيه من 5 سنين مثلا، هي مش فاكره العنوان، مش فاكره البيت فين، بس هي عارفه اسمها بس مش عارفه البيت، فاهمين حاجه؟ فعلى حسب درجه الاثيروسكليروزس ووصل لحد فين هيكون فقدان الذاكره للاحداث. في سيمتومز، في سندروم، خلاص كده خلصنا من تاني حاجه ولا تالت حاجه اللي هو السيريبرال اثيروسكليروزس. في سندروم اسمها كورساكوف سندروم، دي بتحصل برضو في الاولد ايج كامراض، يعني من امراض الشيخوخه، بريسبايوبيا بريسبايوفرينيا. هي مشكلتهم ان الناس دي كانت وهي في شبابها بتشرب كحوليات كتير، فالنقص الكحول، فالكحول الزياده اللي شربته كتير ده نيوروتوكسيك للبرين، بلس ان الكحول نفسه بيعمل كونسامشن للسيامين، والسيامين ده البرين بيحتاجه. فايا كان السبب، سواء الكحول توكسيستي او دايركت افكت بتاع الكحول نفسه، او بسبب نقص الصيامين نتيجه الكونسامشن بتاع الكحول، ايا كان السبب هو ايه، ده هيعمل له كورساكوف سندروم، المشاكل في الذاكره عند الشخص اللي بيتناول كحوليات. لما بيكبر في السن برضو بيبقى عنده اعراض للامنيجيا، بيجي له نوبات من الامنيجيا يعني، وبيبقى عنده كومبليكيتد باي فيلير ان جادجمنت اند تشينج في الكاركتر. بصوا الميموري موجوده، اللونج ميموري موجوده في البري فرونتال اريا في البرين. البري فرونتال اريا دي يا شباب مسؤوله عن الميموري، مسؤوله البري فرونتال اريا دي اللي هي ناصيه البرين، يعني مقدمه البرين او الناصيه دي اللي مسؤوله عن سلوكياتنا وتصرفاتنا، ومسؤوله عن ان هي تمنع تعمل انهيبيشن للبريميتيف ريفلكسس اللي هي التصرفات الطفوليه عندنا. البري فرونتال اريا دي اللي مسؤوله عن الموضوع ده كله. فلو حصل فيها ديستربنس، حصل فيها نيورونال ديجنريشن يعني بسبب الكحول كونسامشن، هيحصل ديجنريشن للبري فرونتال اريا، يعني هيحصل ديفكت في الميموري عندي، يعني هيحصل ديفكت في البيرسوناليتي بتاعتي، يعني هيبدا يظهر بريميتيف ريفلكسز عليا، وابدا اعمل تصرفات طفوليه، يعني الكاركتر والبيرسوناليتي بتاعتي اتغيرت. تمام. بيقولك بقى في الاخر ايه، ان مشاكل الذاكره دي بتانديكيت او ايه، او فاكتور لايه، فاكتور لنقص السيرفايفل بتاع الشخص، يعني كل لما الميموري دي يحصل فيها ديستربنس زي مؤشر ان الشخص ده بيتعرض لبرين اتروفي، فمع الوقت هو فيعني عمره بيقصر، يعني فيما معناها فبينكريز الديث ريت. يبقى دلوقتي كل اللي خدناه في الديفيوز برين ديسيز خدنا 4 معلومات، ان هو بيحصل في الاولد ايج، وافتكروا الكيز اللي انا شرحتها لكم، انه بس انه ممكن يحصل في اي ايج، في اي ايج بسبب السيريبرال اثيروسكليروزس، وافتكروا قريبتي دي اللي هي نسيت بيتها ودنات قاعده في الشارع تعيط. عرفنا الكورساكوف سندروم اللي بتحصل مع الناس اللي هم بيشربوا الكحوليات، الكحول يعني، فبيبقى عندهم في وقت الشيخوخه بتاعتهم مشاكل في الذاكره وفي البرسوناليتي والكاركتر بتاعتهم. عرفنا رابع معلومه والاخيره، ان الناس اللي عندهم مشاكل في الميموري عندهم شورتنينج للسيرفايفل، والموضوع ده انديكيت للديث اوف ريت، يعني انكريز الديسوفريت. تمام. اللي بعده، what is the main causes of memory loss، ايه هي الاسباب الرئيسيه لفقدان الذاكره والنسيان؟ اول حاجه احنا لسه قايلينها سوا دلوقتي، وهي الايدجينج، التقدم في العمر، الشيخوخه، لان مع التقدم في العمر بيبدا يحصل نيورونال اتروفي او نيورونال ديجنريشن، تروما، هيد انجري، حادثه عملتها اثرت على مناطق الذاكره، انتوا عارفين الايدجنج والتروما ده احنا قلناه، سبستانس ابيوز، افتكروا الكورساكوف سندروم، الناس اللي بتشرب الكحول اللي عندها ده سبستانس ابيوز بيأثر على الكحول النيوروتوكسيك يعني للبرين، فانتوا عارفينها، هو بس اللي مملكوا الدنيا. هيريديتري، في حالة الالزهايمر وفي حالة الهانتنجتون ديسيز. عايزة اقول لكم حاجة في الهانتنجتون ديسيز دي، كنت
سمعت كنت بذاكر نيورو يعني في مرة، والدكتور قال ان ممكن واحد يقتل لو محامي شاطر، ممكن قاتل ماشي محامي شاطر يقدر يخرجه من القضية اللي هو فيها من جريمة القتل ويبقى بريء. ازاي قاتل يطلع بريء وهو قاتل عمد كمان ومفيش اي دوافع ان هو يقتل حد؟ بيقول ان الناس اللي عندهم هانتنجاتن ديسيز دي، دول عندهم مشاكل في الدي ان ايه بتاعهم ماشي. مشكلتهم ان هم بيعملوا احداث معينة وبينسوا الاحداث دي، بينسوها خالص يعني، ويعملوا جرائم وفجأة ينسوها. هم بيعملوها غصب عنهم لان هم عارفين للحظات كده، ما بيبقوش هم نفس الشخص، بيبقوا شخص تاني خالص. فلو المحامي قدر يثبت ان الشخص ده عنده هانتنجاتن ديسيز، هيطلع الشخص ده براءة، لان الشخص اللي قتل ده عمل الفعل ده بدون ارادته، ده مشكلة عنده في الدي ان ايه، دي مشكلة يعني هو مش متعمدها ولا حاجة، فبيطلع بريء. انا مش عارفة ادوس لكم في معلومات اكتر من كده علشان هخش في نيورو جامد، فبحاول الم لساني يعني. اللي بعده ناروينج اوف الارتريز ذات بروفايد البلاد فلو تو البرين. ايوه احنا لسه قايلينها مع الناس اللي بيحصل لهم سيريبرال اسكليروزس، هيقل البلاد سبلاي للبرين. كارديو فاسكولار ديسيز نفس الفكره برضو، الكارديو فاسكولار ديسيز هتقلل الكاردياك اوت بوت، فيقل البلاد سبلاي للبرين. Untreated infection or metabolic disease. Metabolic disease نقص، زي مثلا نقص الصيامين بسبب استخدام الكحول، استخدام مفرط للكحول، ده أثر لي على البرين وأثر لي على الميموري. Infection برضو هتصيب البرين، برضو هتأثر لي على النيرونز اللي في البرين فتأفكت الميموري. Brain tumor يعمل لي compression على الميموري centers، برضو هيأفكت الميموري. فيتامين ديفيشنسي زي الفيتامين بي 1 اللي هو الصيامين ديفيشنسي برضو نقصه، عمل لي الميموري لوس. يبقى هو كل القصه في الكوزز بتاع الميموري لوس، هو ان هو فرض لكم الحاجات اللي احنا قلناها في الاول، الايدج والتروما، سبستانس ابيوز، زودوا مع سبستانس ابيوز هيرديتري زي الهالزهايمر والهانتنجاتن كوريا، ناروينج للارتريز عشان ده بيحصل في الناس اللي هم الصغيرين الشباب يعني صغيرين في السن، كارديو فاسكولار ديزيز هتقلل البلاد سبلاي، انتريتد انفكشن وميتابوليك ديزيز، برين تيومر، فيتامين ديفيشنسي زي الثيامين. كده خلصنا الميموري. يبقى احنا كده خدنا في الميموري ايه يا شباب؟ خدنا الثري بروسيس بتاع الميموري، خدنا ايه الكومبليكيشن بتاعتها من الزهايمر او التروما، خدنا الديفيوز برين ديسيز اللي بتحصل في الاولد ايج وان هي ممكن تحصل ات اني ايج، واتكلمنا عن الكورساكوف سندروم، خدنا المين كوزز بتاع الميموري لوس، وقلنا ما هو الا فرض للمعلومات اللي احنا قلناها. ناخد البرسبشن. ايه هو البرسبشن؟ هو الادراك الحسي للبيئه المحيطه، والسنسوري اكسبيرينس اوف ذا وورلد. طب احنا بندرك بايه؟ هو الادراك الحسي. طب ايه الاحساس اللي بندرك بيه؟ عندنا خمس احاسيس بندرك بيها هذه الحواس. كان في كده على طيور الجنة هذه الحواس الخمسة، مش فاكرة ايه الاغنية يعني بتاعتها دي، بس احنا بنعمل برسبشن بالحواس الخمسة بتاعتنا. ايه الحواس الخمسة بتاعتنا؟ اول حاجة الابصار، انك تشوف. تاني حاجة اللي هو الشم، انك تشم. تالت حاجة التذوق. رابع حاجة السمع. واخيرا التاتش، الملمس. يبقى البرسبشن هو السنسوري اكسبيرينس اوف ذا وورلد. طب انا هعمل برسبشن بايه؟ هعمل برسبشن بالحواس الخمسة بتاعتي. انا علاقتي بالبيئة المحيطة بيا هما الحواس الخمسة، بدون الحواس الخمسة انا مش عارف اعمل برسبشن. بدون لو حصل ديفكت في اي حاسه من الحواس، هيبقى عندي ديفكت في البرسبشن للبيئه المحيطه بيا. انا بعمل برسبشن، بيقول لك بقى ايه ان البرسبشن ده هو اللي بيخلينا، سوينا عشان نعلم، هو اللي بيخلينا نجين انفورميشن عن البيئه المحيطه حوالينا، عن البروبرتيز والاليمنت اللي موجوده في البيئه المحيطه، وده مهم قوي للسيرفايفل بتاعنا. طبيعي جدا انا بعيني وبالنظر بحاسه الابصار لما بشوف خطر ببعد، بحاسه الابصار بتعلم حاجه جديده، بتطور في المجتمع، بحاسه
الشم بعرف ان في خطر موجود او في غاز متصرف فمشي من المكان. بحس التذوق، بستطعم الاكل وبحس بنعم ربنا عليا. بحس السمع، بحس بوجود خطر حواليا، لو في حرامي داخل، لو في حاجة غلط بتحصل بسمعها وابدأ اخد اكشن مناسب تجاه الحاجة دي. فعشان كده وهكذا برضو في التاتش، انا لما بتمسك، لو واحد كفيف وبيمسك حاجة يبقى عارف هو ماسك حاجة تأذيه ولا حاجة، والحاجة ما تأذيهوش، بيقدر يتعرف، بيقدر يعمل بيرسبشن للدنيا للانفايرومنت حواليه من خلال التاتش بتاعه. يبقى دلوقتي احنا بنعمل بيرسبشن بالحواس الخمسة بتاعتنا بدون، وان البيرسبشن ده مسؤول عن السرفايفل بتاعنا، وان اي ديفكت في اي حاسة من الحواس هيخليني عندي ديفكت في البرسيبشن للبيئة المحيطة حوالي. تمام، انا بعمل برسيبشن. بعد ما بعمل برسيبشن لازم اديله attention عشان يروح على الميموري ويتخزن. يبقى اللي هيروح على الميموري ايه؟ هي الحاجات اللي انا عملت لها برسيبشن واتنشن. الحاجات اللي انا عملت لها بيرسبشن واتنشن، انما الحاجه اللي انا هعمل لها بيرسبشن من غير اتنشن استحاله هتروح على الميموري خالص. عشان كده الناس اللي كان عندهم ADHD، الاطفال اللي كان عندهم ADHD، هم عندهم بيرسبشن، هم سمعين المدرسه وفاهمين مامتهم وباباهم لما بيقولوا لهم ده غلط وده صح وده عيب وده ما تعملش كذا وفين كراستك وفين قلمك وحط دي هنا، وبينسوا كل الحاجات دي وبيعملوا تصرفات مهمله تاني وبيكرروا نفس الاخطاء. هم سمعين، هما ما عندهمش مشكله في الابصار ولا الشم ولا الادراك ولا اللمس، مش عندهم مشكله في البرسبشن بشكل عام، بس هما عندهم مشكله في الاتنشن بس. وما عندهمش مشكله في البرسبشن بس عندهم مشكله في الاتنشن، فبالتالي اي حاجه بيعملوها برسبشن ما بتروحش للميموري فما بيحتفظوش بالحاجات دي خالص. تمام، احنا كده خلصنا اول سلايدز اعتقد اللي بعده. البرسبشن لينكد نفس الكلام اللي احنا قلناه، اول حته دي نفس الكلام اللي احنا قلناه، اللي بيقول يعني ان الميموري او الذاكره بتبدا بان انت تعمل بيرسبشن للحاجه. ما انت عمرك ما هتخزن حاجه انت ما عملتهاش بيرسبشن، بدليل ان الناس اللي بيتولدوا الصم والبكم يعني ما بيعرفوش يتكلموا علشان هم الميموري مش مخزنه عندهم اصوات عشان يقدروا يخرجوها. فازاي هم هيخرجوا اصوات هم اصلا ما عملهاش بيرسبشن من زمان وهم اطفال؟ فيها كل الفكره عند الصم والبكم، مش مشاكل ميموري خالص. هم ما بيعرفوش يتكلموا عشان ما عملوش بيرسبشن للكلام، ما عملوش بيرسبشن للاصوات، فبالتالي الميموري عندهم ما بتخرجش حاجه، ما فيش اصوات يعملوا لها استرجاع لانهم هم ما استقبلوش اصلا. هكذا برضو بالنسبة للي بيتولدوا ما بيشوفوش. يعني انواع البرسبشن بقى هي الحواس الخمسة، الفيجوال واوديتوري والفاكتوري وتاتش وجستاتوري، الحواس الخمسة. اللي بعده attention affect البرسبشن in a way of. بصوا يا شباب، هي كده عاملة زي اني بيس كده. بيقول ان الاتنشن، بيقول ان الاتنشن اللي احنا خدناه في الاول اللي هو الادراك بتركيز قوي، انك بتسلكت وبتبرديوس وبنتين وبتمانج استيمولاي معينه وبتحافظ عليها وبتبقى مديلها كل اهتمامك. لكن الاتنشن بقى اسوشيتد بوضوح مدى ادراكك للحاجه للاستيمولاي دي وقوه ادراكك. يبقى دلوقتي الاتنشن اسوشيتد بالكلاريتي اوف البرسبشن والانتنسيتي اوف البرسبشن. تمام، يبقى الاتنشن اسوشيتد بالكلاريتي والانتنسيتي اوف البرسبشن. برضو بيقول لك ان الاتنشن كان بي برودكتيفلي فيود از كوجينيتيفلي سيلكتيف بروسيس، بيقول لك يعني ان الادراك ده بقى في الاخر ان الاتنشن ده هو عمليه معالجه انتقائيه لكل الحاجات اللي انت بتعملها برسبشن. يعني انت بتعمل برسبشن لحاجات وبتنتقي حاجات معينة تعمل لها attention. يعني هو كل اللي يقصده يعني ان في communication، في علاقة ما بين الattention والperception اكيد. يعني
تمام. not only does our attention system allow us to focus on something specific in our environment. بيقولك مش بس ال attention بيخلينا نركز على حاجات معينة. ماشي, بيقولك مش بس ال attention بيخليك تركز على stimuli معينة. ده هو ال attention نفسه. مش احنا قلنا ان ال attention بيتأثر بال perception, تمام؟ العكس برضو بيحصل, الاتنشن بيأثر على على البرسيبشن. يبقى زي ما البرسيبشن هيأثر على الاتنشن, الاتنشن هيأثر على البرسيبشن بتاعنا. ان سم ان يعني في فيما معناه يعني focusing our attention on the primary target, يعني تركيزك على هدف معين ممكن ينتج عنه اهمالك لحاجات تانية انت عامل لها perception. يعني مثلا تركيزك انك تسمع المحاضرة اللي انا بقولها لك دلوقتي او تسمع الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي مخليك ما تعملش perception لأي اصوات عندك موجودة في الخلفية, لدرجة مثلا ممكن مامتك تقولك انا عمالة ادعي عليك انت ما بتردش عليا, والله انا ما كنتش سامعك. ليه بقى؟ ان انت كنت عامل perception واتنشن لهدف معين وهو انك تسمع المحاضرة ومتجاهل اي ادراك لاي حاجة بتحصل حواليك. ففعلا مامتك نادت عليك وانت ما سمعتهاش, اختك بتكلمك وانت ما خدتيش بالك عشان انت او انتي صابين اهتمامك على حاجة معينة وعاملين عليها focusing. يبقى not only الاتنشن هيأفكت البرسيبشن but also الاتنشن مش بس ثواني ارنب منور انور وارنب منور في انور. مهم, مش بس الاتنشن هيأفكت البرسيبشن but also البرسيبشن هيأفكت الاتنشن. انا قلت العكس. المهم شباب الاتنين بيأفكت بعض. يلا اللي بعده بقى, اللي بعده ايه؟ احنا خدنا complication في الاتنشن ال ADHD, خدنا complication في الميموري الزهايمر والهيتروما, ناخد complication بقى في البرسيبشن. complication في البرسيبشن جايب لكم سندروم اسمها بلينت سندروم. استنوا هعلم لكم بس على الكلام المهم ونرجع تاني. دلوقتي يا شباب احنا عندنا البرسيبشن بنعمله بالحواس الخمسة, فيجوال واوديتوري وجستاتوري وتيست والفاكتوري وتاتش. الكومبليكيشن اللي هو جايبها لكم هنا كومبليكيشن بتحصل في الادراك البصري, بتحصل مع سندروم اسمها بلينت سندروم. هو الادراك, المشاكل الادراك البصري بتحصل في حاجات كتير, بس هو جايب لكم اكزامبل يعني هنا البلينت سندروم. ايه البلينت سندروم ده؟ انا هقول لكم اللي انا اعرفه عنه وبعدين نقرا الداتا سوا, تمام؟ دي حاله نادره قوي بتحصل في الناس اللي بيجي لهم ستروك مرتين ثلاثه كده. ايه اللي بيحصل عندهم؟ بيحصل عندهم ثلاث حاجات, تريات من ثلاث حاجات. يبقى السندروم دي تريات من ايه؟ اول حاجه مش احنا بنشوف في كل يعني واحنا وانت مثبت عينك بتقدر تشوف مجال الرؤية بتاعك واسع شوية, تمام؟ الناس دي عندهم مشكلة في مجال الرؤية, ما بيشوفوش كل الفيجوال فيلد يعني الطبيعي. تاني حاجة ما بيعرفوش يثبتوا عينهم على حاجة, بمعنى انت لو جبت قلم حطيته قدام عينك هتبص عليه, لو حركته يمين, لو حركت القلم يمين وانت مثبت راسك هتعرف تبص عليه, لو حركته شمال وانت مثبت راسك هتبص عليه, فوق وتحت وفي كل الاتجاهات هتعرف تبص عليه وانت مثبت راسك. هما بقى ما عندهمش الكونجوجيشن ده, ما عندهمش القدره على تثبيت العين ده مع حركه الاشياء قدام, مش عندهم القدره دي. لما بتحرك مثلا القلم قدام عينك بتحركه مثلا شمال, عينك الاتنين بتروح شمال, لا هي ممكن عين واحده تروح شمال والتانيه ما تروحش, التانيه تروح في حته تانيه, او ممكن الاثنين ما يروحوش خالص. يبقى هما ما عندهمش القدره على يعني ما عندهمش القدره على تثبيت عينيهم على الاشياء. تالت حاجه بقى, احنا لما بنشوف حاجه ممكن تجيب صبعك وتروح تشاور عليها, انت شايفها؟ هما دلوقتي عينيهم راحه في كل حته, فهم لما بيجوا يشاوروا على حاجه عينيهم شايفاها ما بيعرفوش يشاوروا عليها. يبقى هما كده الناس اللي هما بلينت سندروم ده عندهم مشكله في ثلاث حاجات: عدم القدرة على إدراك كل الحاجات اللي موجودة في المجال البصري بتاعهم, صعوبة في تثبيت العين على تارجت معين, تالت حاجة عدم القدرة على تحريك الإيد تجاه شيء معين شايفينه في الفيشوال فيلد بتاعهم.
دي اسمه ايه البالينت سندروم. بيحصل ليه؟ هي uncommon complication سندروم بتحصل للناس اللي بيجيلها اتاكس من الستروك اللي حصلها يعني اتاك من الستروك من مرتين لثلاث مرات. تعال نقرا بقى سوا وبعدين نفلتر. يبقى هو a patient, نقرأ سوا. A patient is reported with defect in visual perception. ده بيقول لك الناس اللي عندهم بالينت سندروم عندهم مشكلة في الفيجوال بيرسبشن. شبه similar to that. هي الموضوع ده يعني موجود في البالينت, سموه يعني بالينت سندروم associated disorders of ocular motility and visual motor coordination. تمام. بيقول ان هم يعني بيكون عندهم مشكله في حركه المسلز بتاع العين, فده اللي بيخلي عندهم بيخليهم ما بيعرفوش يشوفوا كل الفيجوال فيلد بتاعهم يعني. وعندهم مشكله في الموتور, وعندهم مشكله في الموتور كوردينيشن. ما هو الموتور كوردينيشن ده هو المسؤول عن حركه العينين الاثنين تجاه حاجه معينه, مش عين واحده اللي تتحرك والتانية تروح في حته, لا بتحركي القلم يمين عينك هتروح عينك الاثنين هتروح يمين, تحركوا شمال عينك الاثنين هتروح شمال. ده اسمه كوردينيشن. خلل بقى في الكوردينيشن ده بيكون موجود عند الناس اللي عندهم بالينت سندروم. تمام. there were significant defect in both spatial and temporal reception of visual perception. reception مين دي؟ visual stimuli resulting in very restricted effective field. ده اللي احنا قلناه ان هم عندهم كده مشكله في الفيجوال فيلد بتاعهم restricted, مش بيشوفوا زي الناس الطبيعيه, مش ما بيعملوش perception لكل الحاجات اللي واقعه في الفيجوال فيلد. تمام. لان هم اصلا عندهم مشكله فوقه في الاوكيولار موتيلتي. تمام كده خلصنا من دي وخلصنا من دي. نخش اللي بعده. عندهم significant disorder in the visual attending to peripheral stimuli resulting to a very defective pattern of visual searching of the environment. يعني ما عندهمش القدرة على عارفين انا قلت لكم في الاول هم ما عندهمش القدرة ان هم يحركوا ايديهم تجاه حاجات معينة هم شايفينها بعينيهم. يعني انا مثلا لو رامي حاجه على الارض وعايز لو في حاجه واقعه على الارض وانا عايز اوطي عشان اشيلها, تمام انا شايفها بعيني وهوطي وهحط ايدي على الحاجه دي وهشيلها. هما بقى عندهم مشكله في البرسبشن بتاع الحاجه دي, فهم ممكن يوطوا في مكان خلاف مكان الحاجه دي. يعني هما مش هيعرفوا يحطوا ايديهم على الحاجه دي. فاهمين يا رب تكونوا فاهمين. هما عندهم كده مشكله ايه في الديستربنس في الفيجوال سيرشنج اوف الانفايرمنت, ما بيعرفوش يدوروا على الحاجه او يوصلوا للحاجه لان ما بيعرفوش يوصلوا, يعني ايديهم ما بتوصلش للحاجه اللي عينيهم شافتها لان عينيهم عامله فولس بيرسبشن اصلا لمكان الحاجه دي. بصوا عامله فولس بيرسبشن لمكان الحاجه. لما يكون عيني عامله فولس بيرسبشن لمكان الحاجه, ايدي بقى هتبقى فالحه وتحط ايديها على الحاجه؟ هو انا اصلا عامله لها برسبشن كويس عشان احطها على المكان؟ تمام كده خلصنا من دي. اللي بعده. It is suggested that is abnormality of the visual exploration in conjugation with the temporal and spatial defect play a significant role in the stored visual perception. يعني ايه؟ يعني انا قلت لكم انت لو حاطط قلم قدام عينك الاثنين بص على القلم, هتحرك القلم يمين عينك الاثنين هتبص يمين, هتحركه شمال عينك الاثنين هتحركه شمال. ده اسمه conjugated eye movement. يعني عينك الاثنين بتتحرك سوا تجاه تارجت معين. عينك الاثنين حصل خلل, عين واحده اتحركت والتانية ما بتتحركش وبتروح في حته تانية, يبقى ده abnormality في الكونجوجيشن. الناس اللي عندهم بالينت سندروم عندهم abnormality في الكونجوجيشن. انا دايما الشات بتاعي مفتوح عندكم بسبب الواي فاي اللي بنسى اقفله. تمام ثواني هقفل الواي فاي بقى. فبيقول لك كده ان البيشنت ده عنده ديستورد فيجوال بيرسبشن, عنده مشكله في الفيجوال بيرسبشن, عنده تصورات بصريه مشوهه للاكسترنال انفايرمنت حواليه. يعني مثلا لو انت وريته اماكن واشخاص وصور المفروض ان هي فاميليار المفروض ان هو عارفها, ممكن ما يطلعش عارفها او يعبر عنها غلط, او مثلا يشوف مثلا صوره حمار وتقول له ايه ده ما يعرفش ايه ده. يعني
هو بصوا، بس انا وانت وريت حد صورة حمار وهو شافه المفروض قبل كده وبرضه ما عرفش يعرف ايه ده. هو شايف، هو شايف عادي بس مش عارف. في فرق بين اشوف ومش عارف، رغم ان الحاجة دي المفروض انا عامل لها بيرسبشن قبل كده يبقى بعرفها. لا انا مش عارفها. الحالة دي بتسمى اسمها اجنوزيا. اجنوزيا يعني ان انا مش عارف اتعرف على الاشخاص والاماكن اللي انا شايفها رغم ان انا شفتها قبل كده. ده اجنوزيا. الناس بقى اللي هم عندهم السندروم دي عندهم ديستربنس في الفيجوال بيرسبشن، هم بيستقبلوا الحاجات غلط، بيشوفوا حاجات غلط، بيعملوا فولس بيرسبشن لحاجات بيشوفوها بعينيهم. هم نظرهم سليم بس بيعملوا فولس بيرسبشن، سواء بقى فولس بيرسبشن لمكان الحاجة دي او فولس بيرسبشن لطبيعة الحاجة دي. فبيقول لك يعني ان الديستربنس اللي حصل عند في الفيجوال بيرسبشن اللي حصل عند الناس اللي عندهم بالين سندروم ده مش اجنوزيا عندهم. دي كل القصة ان هم عندهم خلل في الفيجوال بيرسبشن. اتمنى تكونوا فهمتوا. احنا دلوقتي خلصنا 3 مواضيع، الاتنشن والميموري والبرسبشن. عشان كده كنت بقول لكم في الاول بص معايا خليك اتنشن، يعني بص لي بتركيز، مش بس هتعمل برسبشن، مش هتسمعني وخلاص وانت مش مركز معايا. قلت لكم بعد تاني حط ايه ده ونسيتها وفي الاخر حطها في الميموري، مش فاكره، انا بقلب في الحلزونه وبنساها تاني. برجعوا لها يا شباب في الاول. هذا ان كان من توفيق فمن الله، وان كان من خطا او نسيان او سهو او قصور او اي عيب تلاقوه فمن نفسي ومن الشيطان، سواء بقى طريقه تعبيري كلامي اي حاجه يعني تكون مني انا يا شباب. اتمنى تستفيدوا وبالتوفيق ان شاء الله، ودعواتكم يا رب. يا رب الفيديو الجاي اقول لكم انا في سته يا رب. يلا مع السلامة.